للمزيد من المتابعة والتحليل أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية. أستاذ رمضان، بعد التحية، ما الذي تمثله هذه القمة الروسية الإفريقية الثانية في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم أجمع؟ بعد التحية لحضرتك، أتصور أن القمة الروسية الإفريقية في دورتها الثانية تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد والأهمية للقارة الأفريقية، ربما لارتباطها بأبرز الأزمات الدولية الراهنة وإنعكاساتها على القارة، وهي تحديدا ما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية. ومن ثم هناك العديد من الملفات التي لمست القارة بشكل مباشر، وربما أهمها قضايا الغذاء وقضايا الطاقة وقضايا التموين. بتصوري أيضا أن توقيت القمة، وخاصة أنها جاءت بعد القمة الأمريكية الإفريقية في ديسمبر الماضي، وقبلها العديد من القمم سواء تتعلق بالصين، سواء تتعلق باليابان، سواء تتعلق بالاتحاد الأوروبي مع أفريقيا، تؤشر لنقطة مهمة في العلاقات الدولية، وهي سعي روسيا لمحاولة بناء نظام دولي متعدد الأقطاب، وتنظر إلى أفريقيا كعنصر فاعل في هذا النظام الدولي. وتصور اليوم كان هناك العديد من الرسائل التي وجهها الرئيس الروسي بوتين إلى دول القارة الأفريقية، وخاصة تحديده بأن أفريقيا جزء مهم جدا من عالم متعدد الأقطاب. أتصور هذه الدعوة تلامس بشكل كبير الرغبة الإفريقية في تعديل وضع القارة داخل منظومة المؤسسات الدولية ذات التنفيذ، خاصة الأمم المتحدة وتحديدا مجلس الأمن، حيث هناك رغبة إفريقية في الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن. أيضا مخرجات القمة الأمريكية الإفريقية الأخيرة وحديث الرئيس جو بايدن عن أهمية أن يكون لأفريقيا تمثيل في مجموعة 20، أعتقد أن هذه النقطة تمثل مرحلة مهمة في التحرك الدولي لقارة أفريقيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي، بحيث تكون فاعل دولي. إذن أصبح أستاذ رمضان إنجاز التعبير أن تكون العلاقات المبنية ما بين الدول قائمة على المنفعة المتبادلة في كلا الاتجاهين لكلا الدول، أم أن العلاقات ربما ما زالت تسيطر عليها لغة القوة ومنطق القوة في التعاملات الاقتصادية أو الاجتماعية أو حتى السياسية؟ بغض طبيعة الحال، يظل نظرية القوة لها احترامها وتقديرها في العلاقات الدولية. نعم. لكن أنا أتصور أن التطورات الدولية الراهنة أصبحت تأخذ النظام الدولي في اتجاه مغاير. يعني فكرة الأحادية القطبية في العلاقات الدولية أعتقد أنها تلاشت بدرجة كبيرة. نعم. لدينا العديد من الأزمات الدولية مؤخرا، أنا في اعتقادي أزمتين كاشفتين، تداعيات أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أتصور أنهما كشفت بدرجة كبيرة أننا أمام فاعلين دوليين متنوعين. يعني ربما تحديدا في أزمة كورونا، الصين حينما شنت دبلوماسية اللقاح للتعامل مع أفريقيا كشفت هناك مستوى العلاقات الدولية، بعد الاقتصادي والشق الاقتصادي، نجد الصين تقريبا هي القطب الاقتصادي الاول في العالم، حتى ان مبادلاتها التجاريه مع الولايات المتحده تفوق معظم المبادلات الاخرى. حتى على المستوى السياسي والفني لا نستطيع اغفال الدور الروسي ودور الاتحاد الاوروبي. هذا جانب استاذ رمضان، هل تاذن لي ان اسال سيادتكم عن محور خاص او خصوصيه العلاقات الروسية المصرية، خاصة أن الرئيس فلاديمير بوتين تحدث في الجلسة الأولى عن أن هناك خصوصية في العلاقة الروسية المصرية، عن منطقة اقتصادية في قناة السويس، عن إنشاء مدارس في القارة الإفريقية وفي مصر لتعلم اللغة الروسية، عن محور الضبع، عن التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كيف يمكن تقييم العلاقات وكيف يمكن تقييم أو خصوصية العلاقة ما بين روسيا والدولة المصرية؟ أن أفضل توصيف لهذه العلاقات هي الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، وخاصة في بعدين أساسيين. البعد الأول يتعلق بالنظرة الروسية لمصر فيما يتعلق بأفريقيا. النظرة الروسية الاستراتيجية تعمل مع القاهرة أنها مفتاح روسيا للقارة الأفريقية، وهذه نقطة مهمة جدا حينما نأتي لسياق العلاقات الروسية الأفريقية. اليوم في افتتاحية القمة كانت مصر حاضرة في الكلمة الرئيسية للرئيس بوتين ما يتعلق في المنطقة الصناعية في قناة السويس، أو ما يتعلق بمشروع الضبع باعتباره أبرز المشروعات الطاقة ومشروعات النووية الروسية في قارة أفريقيا. كان الثاني مهم لا يقل أهمية في اعتقادي أو في تصوري أنه يؤسس ويرأس الشراكة الاستراتيجية، وهي ما نسميه في العلاقات الدولية دبلوماسية القمة. فنحن على مدار من 2014 حتى الآن
قرابه 12 قمه رئاسيه بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وبالتالي هذا يعكس حجم العلاقات، حجم الصوره، حجم النظره الروسيه لدور مصر الاقليمي والدولي. النقطه الثالثه والاهم، انا اتصور اليوم كان الرئيس بوتين حريص على نقطه في غايه الاهميه، وهي الترويج لادوات القوى الناعمه الروسيه في افريقيا. واغلب هذه الادوات في تصوري تلامس بشكل كبير مع مصر. حينما تحدث عن مراكز ثقافيه لتعليم اللغات الروسيه في افريقيا، حينما تحدث عن انتشار وافتتاح العديد من الجامعات في افريقيا، حينما تحدث عن منتدى شبابي سيعقد العام القادم، اعتقد هذه الجوانب تلامس دور مصر في القاره الافريقيه، وخاصه ما يتعلق ببناء القدرات. احد الادوات المصريه الرئيسيه في قاره افريقيا هو العمل على بناء قدرات دول القاره الافريقيه والتشبيك مع القوى الدوليه الفاعله التي نستطيع من خلالها تطوير وتقديم بناء القدرات. تحت نقطة أتصور أنها غاية الأهمية أشار إليها الرئيس الروسي. والحديث اليوم بشكل واضح عن ممرات لوجستية وملاحية بين القارة الإفريقية والاتحاد الأوروبي. إذا نظرنا لهذا التطور والطرح الروسي الجديد في العلاقات الدولية، وربما يقارب بدرجة مختلفة المشروع الصيني الحزام والطريق. هذا الممر اللوجستي والملاحي أعتقد سيكون لمنطقة قناة بكل اهتماماتها الاستراتيجية والملاحية وحتى اللوجستية ستكون عنصر مهم في هذا الممر الملاحي الدولي، خاصة إذا ربطنا هذا الأمر في مشروعين مهمين القاهرة عنصر فيهم، هو الربط القاري بين القاهرة كيبتاون ومشروع فيكتوريا المتوسط البحري. أعتقد أن كل هذه الأمور تؤسس أن مصر جزء رئيسي من حركة السياسة الخارجية الروسية في قارة أفريقيا، سواء على الأصعدة القوى الناعمة أو على الصعيدة الاقتصادية والتنموية. نعم، كل الشكر والتقدير ضيفي الكريم الأستاذ رمضان قرني خبير الشؤون الإفريقية، معلقا على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادي والإنساني في مدينة سان بيترسبرغ.